في يومه الثالث على التوالي تتواصل جلسات منتدى شباب العالم في مصر، وخلال الجلسة وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بوقف النزاعات والاقتتال في المنطقة والتحرك نحو الإصلاح. كما أضاف الرئيس المصري بأن الخراب الذي يضرب الدول لا يؤدي إلا للمعاناة لمن يعيشون الأزمة فيها، وأشار إلى أن قطاع غزة يحتاج إلى أكثر من 500 مليون دولار لإعادة التعمير. ولتفاصيل أكثر تنضم إلينا من شرم الشيخ مفادة الشرق الزميلة سحر المزاري. سحر، عاش من شافك ويعطيك العافية، وكنت أود أن يكون هناك وقت مطول، ولكن يعني حدثينا عن يعني أهم وأبرز فعاليات المنتدى في يومه الثالث. مساء الخير معتز. بالفعل اليوم الثالث يعني لن تكفي هذه المداخلة للحديث عنه، ولكن يعني أهم ما جاء في هذا اليوم هو التركيز على خفض معدلات الفقر، لأنه الفقر ينتج عنه الكثير من الآفات التي تعرض المجتمعات للخطر. اليوم كان في جلسة رئيسية شارك فيها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، هذه الجلسة كانت بعنوان تجارب تنموية في مواجهة الفقر، واستعرض جميع الذين شاركوا في هذه المنصة وفي هذه الجلسة التجارب المصرية فيما يتعلق بمكافحة الفقر. الرئيس المصري في نهاية هذه الجلسة تحدث بشكل خاص عن مبادرة حياة كريمة، هذه المبادرة التي تحولت من فكرة شبابية أيضا طرحت وعرضت في منتدى شباب العالم عام 2019 لتصبح في العام 2021 بعدما تبناها الرئيس المصري السيسي، تصبح هذه المبادرة مشروع قومي تنموي ضخم يعنى بالقرى وبالأرياف الأشد حاجة والأشد فقرا بمصر. يوفر هذا المشروع من 60 إلى 90 مليون حياة كريمة للمواطنين. يركز بالتحديد هذا المشروع بحسب ما قال الرئيس المصري اليوم، وتم استعراضه عن طريق فيديو عرض على الجمهور عن أهم ما تم إنجازه في هذا المشروع في الوقت الماضي، بأنه يركز هذا المشروع على خدمات الصرف الصحي، وصول المياه النظيفة، استصلاح الأراضي، أيضا بناء البيوت، البنية التحتية لكل هؤلاء. نتحدث عن المواطنين المصريين في الأرياف المصرية، لأنه خفض مستوى الفقر بطبيعة الحال ينعكس على حياة المواطنين وينعكس على التنمية. الرئيس المصري أضاف بأنه الحديث الآن عن حياة كريمة وهذه المبادرة هي واحدة من آلاف المبادرات التي تسعى مصر لتحقيقها بعد جائحة كورونا، وهي استراتيجية مصرية حتى منذ قبل ذلك لتحسين حياة المواطن المصري في كل مكان، بالتحديد في الأماكن الفقيرة معتز. على كل حال سحر، يعني الحديث عن منتدى شباب العالم في شرم الشيخ يطول، ونحن يعني منتظرينك لدى عودتك بعد انتهاء مهمتك هذه المهمة الصحفية في شرم الشيخ، العودة إلى فريق العمل هنا في دبي. شكرا جزيلا لمفادة الشرق إلى منتدى شباب العالم الزميلة سحر المزاري.